فريق المغرب الفاس سيكون إذن التغيير. محمد أمهاوش يغادر وكيدخل جوزيف موماسو. جوزيف موماسو على بالعناصر ديال فريق شباب التسخني فرا الضغط من اجل تسجيل الهدف الثاني على بعد دقيق من نهايه المقابله. لنا الراسيه مشات وحديه، الراسيه مشات مراتب الاخيره الى حدود اللحظه، يعني ما محقش نتيجه الانتصار. اولمبيك اسفي كيف تحدثنا اللي في المركز الاخير بجوج ديال الركاب وتمنح هدف ثاني ربما نعم وربما لن. تابعوا المحاولة العرضية وهناك في آخر المطاف الكرة تخرج خارج الملعب، رمية جانبية يشير أمير الشاب، أمير الشاب العرضية في اتجاه مساحة العمليات. العودة من دفاع فريق شباب أطلس خنيفرة، عودة من طرف الدفاع ديال فريق المغرب الفاسي. نتابعوا هذا البناء الهجومي والمحاولة لفريق شباب أطلس خنيفرة كيحصل من خلالها على ضربة خطأ في حدود دقيقة 88 كذلك 8 ديال النقاط، حين فريق المغرب الفاسي غيتشمد رصيده في 3 ديال النقاط. إذا غيصبح الفارق كبير أو نوعا ما كبير بينه فريق شباب أطلس خنيفرة. إذا دخول اللاعب جوزيف موناسو لاركو، تمريرة ديال لاركو فقط عند الدفاع ديال فريق شباب أطلس خنيفرة، كرة في الجهة اليسرى جوزيف موناسو. عبد العالي عبوبي كل ديال الدفاع اللي كيبعث الكرة جوج ديال التغييرات اللي قام بهم المدرب حسن الركراكي، اكيد اللي ضخ دماء جديده على المستوى الاهداف في هذه المباراه. احمد بن رحمه بسرعه كيسترجعوا اللاعبين ديال فريق اولمبيك خريفلا. الان في الجهه اليسرى عند محمد اولاجم ولكن التمريره ضائعه يوسف عكادي. تابعوا ضربة خطأ كتنفذ دائرية رأسية، دائما الخطورة اللي فاتت شباب أطلس خنيفرة والكرة كتمشي فوق على مرمى. كانت محاولة ديال فريق شباب أطلس خنيفرة كتلعب ضربة مرمى، تدخل ديال أنور جيد ورشيد تبركانين بدون عنوان. موسم أكيد بأنه 10 ديال الدقائق كتبان قصيرة جدا على حسن الركراكي. هذه محاولة كرة في الجهة اليسرى في اتجاه جوزيف موناسو، مرة أخرى الكرة في يد ولكن اعتبرها بأنه هناك تضييع ديال الوقت. كرة في وسط الميدان جوزيف موناسو، يعني كانت تمريرة جميلة من اللاعب عبد العالي عبوبي. مرة أخرى كنتابعوا المحاولة، الآن فريق شباب أطلس خنيفرة كيحمل الخطورة الآن بواسطة مطالبة بضرب الجزاء ولكن الحكم دائما الكرة مستوى الجهة اليمنى. أمين مها محمد مسامح كيغير اتجاه ديال الكرة في الجهة اليسرى ولكن كل المحاولات تتكسر امام الجدار الدفاعي ديال فريق اولمبيك. كره في الشرط لفائده فريق شباب أطلس خنيفرة. امين مها كنعيشوا التوالي الاخيره من الوقت الاصلي للمباراه. جوزيف موناسو مسامع الدردوري انور جيد يستفد من الخطا الكره عند جوزيف موناسو. البحث عن اللاعب رضا الزهراوي، رضا الزهراوي عبد العالي عبوبي سيكي للمدرب التونسي احمد العجلاني ليربح بعض الثواني.
تدخل